الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يمكن أن أبيع ما ثمنه 15 ريالا ب800 ريال؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يصح لي أن أبيع ما ثمنه 15 ريالا بما ثمنه 100 ريال؟ بما ثمنه؟ يقول: أن أبيعه ب100 ريال. هذا إن كان من باب الكذب والخداع فلا يجوز، أما إذا كان ارتفع السعر، إذا كان السعر ارتفع لا بأس بذلك، أما إذا كان السعر لم يرتفع وإنما أنت خدعت المشتري أو كذبت عليه هذا لا يجوز. نعم.